بنرجع مع حضراتكم مرة تانية، ويعني رويدة الحقيقة بتعمل شغل عالي جداً، فأكيد احنا شايفينها معانا على الشاشة دلوقتي بتزوق التورتة بالكريمة اللباني اللي هي قالت لي عليها، كريم لباني، كريم شانتيه بالشوكولاتة، جميلة جداً يا رويدة، وهنيجي ندوق كلنا، فركزي ها. طيب، فقرتنا اللي معانا دلوقتي بيسعدنا ان احنا يكون فيها معانا نجم من نجوم المستقبل، الفنان فادي غالي. اهلا بيك يا فادي، وكل سنه وانت طيب. ودي طيبه داليا، ميرسي. وكمان معانا نجمه شابه جميله شفناها في اكتر من عمل، ياسمين رحمي. اهلا بيك يا ياسمين. اهلا بيك، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه، انت كمان. كل سنه وكل كل مصر بخير. يعني في البدايه الاول عايزه اقول ان فادي من عائله فنيه جدا، مش كده؟ الحمد لله. طيب قول لنا بقى بابا مين وماما مين عشان المشاهدين يعرفوا. وانا والدي فايز غالي، سيناريست مؤلف الطريق لإيلات والإمبراطور ويوم مر يوم حلو، احد رواد جيل الثمانينات. ووالدتي الناقده الفنيه مدام ماجده موريس. ماجده موريس، يعني اعتقد ان النشاه كانت فيها نوع من الادب والفن والصحافه والاعلام وكل حاجه، وده اكيد اثر فيك بشكل ما، يعني لان انت في الاخر فنان وايضا مقدم برامج اعلامي. بصي، هو انا عندي اكاديميه في البيت، فهي مش في النشأة ولا حاجه لغايه دلوقتي، بس هي الفكره ان انا بستفيد من ابويا فنيا كتير، وبستفيد من امي على ال- 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 الوجهين، ان هي كناقده، ان هي انا بعرف اقراها في كل حاجه بصرف النظر عن شغلي او غيره. بس بعرف رأيها في كل حاجة، وفي نفس الوقت بستفيد منها إعلاميا بما إن هي صحفية كبيرة، فببقى دايما مركز مع طريقة التفكير أو إيه المهم، خصوصا إنه أنا خريج فنون جميلة أساسا، فأنا دارس نقد ودارس دراما، فده فادني جدا في مدرسة النقد الموضوعي بالذات، اتعلمت منها حاجات كتير. ويمكن النقد مهم جدا للممثل، لأنه انت مش بتمثل لنفسك، يعني انت بتمثل وفي الناس بتتفرج عليك، اهم حاجه ان هم يصدقوك. الحاجه الثانيه انه انت بتشتغل وسط ناس ثانيه، وفي بروفيشنالز كتير بيتفرجوا، وفي نقاد، فانت في حاجات تكنيكالز، حاجات تقنيه محتاج ان انت تظبطها، اللفه ازاي، الحركه ازاي، ابتسامه ازاي، تقمص الشخصيه ازاي، الحاجات الفنيه قوي دي بتبقى للمثقفين، لكن انا اللي يهمني في الاساس انه اللي في الشارع يصدقني، لانه لو ما صدقنيش مش هعرف ان انا اقدم ادوار مختلفه. صحيح. ياسمين، اولا انت اشتغلتي مع فادي، اكيد جمع بينكم عمل. مسلسل رمانة الميزان. رمانة الميزان كان بتاع مدام كوفي واستاذ سامي العدل. ايوه، كنت طالعه المفروض حبيبه اخوه. ده ومن هنا بدات يعني المعرفه ليكم. احلى معرفه والله، يعني الفنان فادي طبعا هو كمان حد لطيف جدا وممثل شاطر جدا. اشتغلنا، بس احنا ما جمعناش مشاهد مع بعض في المسلسل، لكن بعد المسلسل لما اتفرجنا وشفنا بعض في المسلسل، لا بقيت عايز اعرف مين الكاركتر الهايل قوي ده. يا فندم ده من ذوقك والله، ده انت يا حلو. طيب قولي لي ياسمين، انت قدمتي برضو الحقيقه اعمال تانية مميزه، يمكن كان اول حاجه ليكي، لو صححي لي لو انا غلط، كان مع الفنان الكبير عمر الشريف، حنان وحنين. بالظبط، هل ده اول عمل ليكي؟ هو انا بعتبرها اول بدايه تقديمه بشكل كويس، لكن يسبقها مسلسل الحب موطن اخراج استاذ مجدي احمد علي. حنان وحنين بالنسبه لي سلمه كبيره في طريقي، فعشان كده انا بعتبرها اول خطوه ليا. طبعا الوقوف مع فنان عالمي زي الفنان عمر الشريف، ومخرجه هايله زي الاستاذه ايناس بكر، وكاست جميل جدا، كان بالنسبه لي حاجه نقطه كويسه، وخصوصا دوري كمان كان دور يعني مساحه كويسه، وتقدمت بشكل كويس، والناس لما عرفتني اكتر من المسلسل ده. فعشان كده اعتبرتها اول تقديمه ليا، ودايما لما يسالوني ايه اول حاجه اشتغلتيها اقول لهم حنان وحنين. وهو فعلا يمكن المسلسل ده هو اللي ساب انطباع عند المشاهد أكتر، بانه شاف، حس انه الوجه بالنسبه لك، يعني اي حد هيشوفك هيعرف ان انه شافك في مسلسل حنان وحنين. بالظبط. فهو بالفعل كان بدايه موفقه جدا، ومع نجم كبير زي الفنان عمر الشريف. اعتقد تجربه هايله ليا جدا، ان
اول حاجة مهمة اعملها تبقى مع فنان عالمي، فانا بقى باخد خبرة وباخد جنبه شهرة، اللي هو يعني من جور السعيد يسعد حاجة اكيد هايلة. فكنت مبسوطة جدا بالشغل معاه، حد كويس جدا، فنان عالمي وفي كل تصرفاته طبعاً. عالمي طبعا. فادي هرجع لك، وانت بدايتك ايه في التمثيل؟ وعايز اقول برضو للساده المشاهدين ان فادي بيقدم برامج، هو زميل في قناه نايل لايف. في نايل لايف بنعمل برنامج نهارك سعيد الصبح. ويمكن انا ده شرف ليا ان انا اطل على الناس كل اسبوع مرتين في الاسبوع، لانه ايام بدايه الثوره كان ايام ما كان الرئيس المخلوع موجود كانت الظروف متأزمة جدا، والقيادات تقريبا كان في مشاكل كتير وفي قيادات كتير مشيت. فانا شرفت انه البرنامج بتاعي او بتاعنا في نهارك سعيد، وده تحية لكل مذيعين وكل القائمين عليه، لانه بجد الناس بتموت نفسها، انه كان التلفزيون المصري كله وقفت فيه البرامج كلها، وما كانش فاضل غير احنا وصباح الخير يا مصر هنا في القناة الاولى ومصر النهاردة. فمصر النهاردة في خبر كان وفضل صباح الخير يا مصر ربنا يكلمه لنا صباح الخير يا مصر ولا وصباح الخير يا مصر فضل ونهارك سعيد. فاحنا كنا تقريبا اللي بنتكلم بالنيابة عن التلفزيون المصري كله، وشهدنا فترة من الحرية وهامش من الحرية ما بقيناش قادرين لحد دلوقتي الحمد لله. ودي للأمانة أنا بقولها هو على تلفزيوننا، أن احنا لا نتلقى توجيهات فيما نتحدث فيه، ودي شهادة للتاريخ أنه ما حدش من قيادات التلفزيون بيجي يناقشنا بيقول لنا أنتوا بتتكلموا عن المجلس العسكري أو بتتكلموا عن اللي بيحصل. بالعكس، سايبين لنا الحرية التامة، ودي حاجة بنحترمها في إعلامنا الرسمي، ويمكن ده اللي مخلينا برضو لينا خصوصية جدا في التلفزيون المصري، ان احنا مستمرين وقررنا ان احنا اولاد الثوره. يعني خليني اقول لك حاجه في الجزئيه دي يا فادي، لانه انا يعني ما ينفعش ان انا طبعا اعقب رايي، لازم يكون محايد، انا بصفتي ان انا اللي بقدم الحلقه يعني. لكن عايز اقول انه الاعلام الرسمي بالتحديد او التلفزيون المصري بالتحديد، احنا بنسعد بهامش الحريه الكبير اللي خدناه، واللي حسنا بالفعل انه ده شيء مختلف تماما علينا، يعني شيء جديد علينا، لكن برضو بيحكمنا نوع من الالتزام والمسؤولية تجاه الشعب المصري المهنية والحرفية. لا، هي في جزئية مهمة احنا عندنا، احنا المفروض ان احنا بنقدم الرأي والرأي الاخر بالزبط. لكن الرأي الاخر ده مش لازم يكون طول الوقت في شتيمة عشان استمتع بمصداقية او عشان يكون عندي مصداقية. وده الحقيقة اللي بيميز التلفزيون المصري، انه بينقل الرأي بس باحترام. في ناس كتيرة ممكن تشوف انه قنوات خاصة كتيرة عندها نوع من المصداقية، هي المصداقية مش ان انا اجيب حد طول الوقت بيشتم او بينقد او بيهاجم او بيولع. انا معاكي في كلامك ده كله تماما، بس انا عايز اضيف حاجة، انه كل من يعمل في التلفزيون المصري عارف ان احنا كنا قبل الثوره كنا ملتزمين بتعليمات مكتب الوزير بشكل رئيسي، وكان في ناس ممكن تقعد في بيوتها، وده كلام معلن للناس كلها طبعا. فاحنا بنتكلم احنا بعد الثوره، مش معنى انه ان احنا ناخد حريه ان احنا نتطاول او يعني نقل الادب باي شكل من الاشكال. هو المهنيه بتحتم علينا زي ما انت قلتي ان احنا نقدم الراي والراي الاخر، لكن ما بقاش فيه زي الاول ان احنا نخاف نقدم الاخبار او نبقى خايفين ان احنا نلاقي نفسنا متحولين شؤون قانونيه. وده يمكن حتى في الوقت اللي كان فيه لواء عسكري هو اللي ماسك اتحاد اذاعه التلفزيون، اللي هو طارق المهدي، وتحيه كبيره جدا دي، لانه بجد راجل محترم ووقف جنبنا كتير. فجزئيه الحريه دي احنا كنا محتاجينها، واحنا يعني في الاخر اولاد مصر. انا بقول الكلام ده لسبب، لانه في هجوم شنيع علينا في كل حته، يا جماعه احنا يعني اخواتكم وقرايبكم، واحنا مش بنشتغل احنا اللي هو التلفزيون المصري الخاص بالظبط، احنا كاولاد التلفزيون مش في تلفزيوننا الخاص، احنا في تلفزيون بلدنا ما هواش تلفزيون النظام، وقدرنا ان احنا نتحرر مع الثوره، ويا ريت تدونا الفرصه ان احنا نثبت لكم ان احنا بجد ولاد مصر. بالوقت اني بالوقت. انا قاعده مع اثنين مذيعين، فانا عايزه اقول لك رايي في القنوات المصريه بامانه. انا بشوف القنوات اللي مش اللي هي مش تابعه للقطاع المصري مش تابعه للتلفزيون المصري المصري بتعتمد على الاعلانات، فعلشان تجيب نسبه اعلانات عاليه هي محتاجه تشعل للمواضيع، لو شافت مثلا حاجه صغيره محتاجه انها تكبرها وتحجمها، فمن هنا الناس بتتجه انها تتفرج عليها. التلفزيون المصري مش محتاج اعلانات في حاجه، مش محتاج ان هو يضخم المواضيع او يعمل فتنه زي ما في قنوات بتعمل فتنه سواء ما بين المصريين وبعض،
مش محتاج ان هو يعمل ده. صحيح. انا بس اضيف كلمه صغيره اللي قلته ياسمين. الناس لازم تفهم انه الاعلام مفيش حاجه في الدنيا اسمها اعلام مش موجه. طالما في فلوس بتدفع في الاعلام فخلف رؤوس الاموال دي في توجه، لكن احنا رؤوس الاموال اللي بيدفعها لنا هم دافعي الضرائب، هم الشعب المصري. فاحنا بنحاول نتحرك من منطلق حبنا للشعب المصري. بتختلف بقى من درجه الحب، في اللي شايف الحب كده كان قبل الثوره كان من الحب ما قتل، لكن بعد الثوره على الاقل قادرين ان احنا نبقى مهنيين وما نخافش. جميل جميل يا فادي. مش هعقب على كلامك لكن هعقب على رويده لانها شغاله بصراحه في حاجات جامده. الله ينور يا رويده. عايزين ناكل. عايزين ناكل يا رويده ومنتظرين. ده بتهيالي بقى لا مش بيتزا، لا ده الشكل الاخير بتاع التورته اللي هنروح نشوف. ربنا معاكي. موضوع صعب. فهرجع تاني معاكم، ويعني انت ايه اللي ناويه بقى في المرحله اللي جايه؟ كل حاجه اختلفت في مصر وكل حاجه اتغيرت. ايه الشكل او الحلم اللي بتحلمي ان انت تحققيه في ظل التغيرات الكتيره؟ لان احلامنا كمان اتغيرت، يعني احنا اتغيرنا بواقع الثوره وبواقع الظروف السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي بنمر بيها كلنا. فاكيد انت كمان انتوا كفنانين احلامكم اتغيرت. يمكن احلامنا اتغيرت، بقت كلها ثورجيه، يعني بقينا مهتمين بالثوره جدا. فاحلامي ان اعمل حاجه تكون ليها علاقه بالسياسه، بس يعني احنا طول عمرنا بنعمل افلام ومسرحيات ومسلسلات بتتكلم عن الوحده الوطنيه. انا عايزه حاجه تتعمل في مصر، ده حلمي. حاجه حل، مش اقول احنا عايزين نبقى متحدين. طب ما احنا كلنا بنقول عايزين نبقى متحدين، لكن الحل ايه؟ نعمل ايه عشان نبقى متحدين؟ ازاي نجمع بعض؟ ازاي نلم الشمل؟ يعني انت بتفكري في عمل درامي يتناول الشعب المصري، حل للقضيه الترابط، ولو في اي مشاكل في او خلافات بين طوائف الشعب المصري بالظبط بالدراما نركز عليها. انت رايك ايه فادي في الموضوع ده؟ بص انا هقول لك حاجه، انا سيبي بقى من انا مذيع نركن ده على جنب، لانه لا كمذيع لازم ابقى محايد وما اخدش وجهه نظر واحده، لكن انا كفنان سعيد جدا بثوره 25 يناير، لانه الفن هو هدفه ثلاث حاجات: الحق والخير والجمال. احنا بنسعى لدول من الاول، وبالتالي كل الموضوعات هتلاقي اي موضوع فني لما بتيجي تنقضيه بتدوري على مضمونه. اول حاجه في ست حاجات في النقد الموضوعي، اول حاجه بدور عليها المضمون، عايز يقول ايه. فالفن المصري نجح وبقاله فتره طويله بيدي مؤشرات وبيقول انه يا جماعه هيحصل كذا، يا جماعه الفقر وصل لنقطه معينه، نقطه خطر، يا جماعه المجتمع هينفجر، عندنا مشاكل عشوائيات ما حدش بيحلها، احنا بنتكلم وما حدش بيسمع. كل ده ما هو ده تشريح لمشاكلنا. هو احنا بننادي بايه طول الوقت؟ بالتغيير، انه يا جماعه اسمعونا، طب ارجوكم وقفوا السرقه شويه، طب وقفوا مش عارف ايه المشاكل بقى اللي ظهرت لنا احنا كشعب بعد الثوره وشايف ان احنا لازم نعالجها بالدراما. وجرس ده مش الفسحه، ده جرس الفرن. ده جرس الفرن، انا افتكرته جرس الفاصل. بس الفاصل عندكم بيطلع بجرس. لا هقول لك حاجه، هم مشكلتين رئيسيتين انا شايفهم محتاجين لحل فيهم جدا. انه كل اولا مشكله العمل، ان احنا بقى نبطل نظريه التواكل، ان احنا عايزين نقعد والحاكم يحل لنا ويشوف لنا هنحلها ازاي. لازم نتحرك، احنا دلوقتي في وقت الاختراع، الثوره بدات بحلم. فنتحرك ونشتغل، وانا مبسوط جدا من البدايات، البوادر لغايه دلوقتي الشباب اتجمعت وبتعمل جمعيات، واللي بينزلوا يعملوا الشوارع وينزلوا يعملوا مش عارف ايه، ده حلو. نفوق بقى، نفوق ونطلع معدننا. الشعب ال 7000 سنه حضاره، الحضاره دي مش كلمه، مش هنقعد نتكلم نتباهى على بعض بال 7000 سنه حضاره واحنا حالتنا يعني ربنا ما يوري حد. الحاجه الثانيه انه نحاول نعرف قيمة الثقافة، نحاول نتثقف. احنا اللي قوم الثورة انه نسبة الفقر والجهل الاثنين مرتبطين ببعض، وصلت لنسبة شنيعة، وصلت لفوق ال 40%. فبالتالي تطور بلدنا
مش هيجي غير كده، مش هيجي غير انه الفلاح يرجع يزرع ارضه زي ما كان بيعمل، ما مش هيروح يجرف ارضه ويعملها طوب عشان مش عارف ايه. المنطق الاستهلاكي اللي وصلنا ليه النظام السابق ده لازم ننساه ونحاول نبعد عنه، وندور على الثقافه، ندور على عظماء الادباء بتوعنا، مش نطلع نلاقي حد بيقول لك بيتكلم على طه حسين او بيتكلم على نجيب محفوظ. يعني ما ينفعش في 2011 الدنيا ما بترجعش لورا، لما ترجعي لاوائل العشرينات مش هقول لك حاجه. وده اعتقد انه دي الحاجه اللي المصريين يعني بجد ابهروا الدنيا فيها، انه الشعب المصري لما فاق قام زي العملاق، محدش عارف يقف وشه، وبقى عامل في المعادله لم يكن موجود بالمره قبل كده. هو بيقرر لا انا مش عاجبني، خلينا نقف كده لغايه ما نحلها. فده في حد ذاته ان احنا ملكنا صوتنا وطلعنا في انتخابات ديمقراطيه ما حصلتش من ايام الفراعنه، من ايام خليني اخد يعني كلامك الجميل دوت واختم بيه لقائنا، واقول انه مش هينفع نرجع لورا تاني، بالعكس احنا علينا دور بقى، الدور التثقيفي والدور التنويري للشعب المصري ده هيكون من خلال الاعلام الرسمي المصري مره تانية، وكمان من خلال الدراما الفنيه. الفن عليه عامل كبير جدا في انه يخلينا نلقي الضوء على مشاكلنا ونحاول نغيرها. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت طيبه يا ياسمين، نورتوني. وهنطلع دلوقتي لفاصل سريع مع مشاهدينا، ونرجع نشوف رويده والتورته، تورته عيد الميلاد اخبارها ايه.